صعب أن تقف على بعد خطوة من الموت وأنت تنظر لهذه الأجساد الممددة على أسرتها موصولة بجهد تنفس قد ينعشها وفي أي لحظة قد يخذلها لترحل بلا رجعة. هنا بقسم الإنعاش الطبي بمستشفى أول نوفمبر بوهران تبدأ تجربة محفوفة بالمخاطر. يستقبلنا رئيس القسم بصدر رحب وعزيمة قوية. أطباء ممرضون وممرضات لم يروا ذويهم منذ حوالي 3 أسابيع جراء الضغط الذي يعيشه قسم الإنعاش بعد عزل الحالات المستعصية والمتقدمة من الوباء لإخضاعها لعلاج مكثف. احنا depuis 2 mois on se prépare on s'est préparé c'est vrai qu'on est prêt mais on dit toujours qu'on est jamais prêt هذا احنا رانا في حاله حرب واحد يقول on est en guerre ou on est en guerre contre un ennemi qu'on connaît pas donc احنا مستعدين ولكن مستعدين للمجهول. المريض تاع الانعاش تاع الريانيماسيون هو اللي يكون اخطر. انا سي على حساب لا ليتيراتور سي 160 فوا 160 مره كونتاميناسيون. سي فو كونتي يا 7 بورت، اون يا 5 بورت، عاد تلقى لو باسيون. سادير اون لو باسيون لو بلو لوان بوسيبل، لو بلو سيكوريزي بارابور او بيرسونيل. في حدود الساعة 5 مساء يستبدل الفريق المغادر بفريق آخر لإتمام معركة اليوم وهكذا تتم الاستعدادات. خرجوا عيانين لي ماسك يسون لا دوبوي شحال قعدت؟ 6 ساعات دو بار. Et puis rentrer de l'autre côté, donc pour rentrer en réanimation. Il va faire des manœuvres très très rapprochées du patient grave, donc il s'habille très très fort pour ne pas se contaminer. يقترح علينا البروفيسور خمليش الدخول للمنطقة المحظورة في القسم. هنا نتعرف على خبايا كوفيد-19. نتردد لحظة ثم نستجمع ما لدينا من قوة لمرافقة الممرضات للداخل. هذه الأقسام هنايا باش ندافيرمي ما يقعدوش للداخل، يجيو يريحو هنايا يقابلو هاد ليكرون يعرفو بيه لي طونسيون تاع لي مرض. أمام ناظريك عشرات الحالات ينهشها فيروس كورونا. جهد بدني وذهني يقوم به الفريق الطبي للحفاظ على هذه الأرواح. تمر الدقائق، نخرج من المصلحة لننزع البدلة الواقية ونقوم بتعقيم الجسم والثياب بالكامل. ماشي سهلة لداخل المرض، شفتهم يسون تري غراف، ينسيسيت بوكو ديفور فيزيك. هاك تشوف هادو الكبير عندها ميم با 60 كيلو. سي دي بيرسون كي باز 80 كيلو خصك تقلباه، خصك تبدل له لي كوش، خصك توكلاه، هذا رعايه. هذه كي يقعد 7 ايام 8 ايام راه 24 ساعه هذا المريض تاع الانعاش ما راهش ساهل.
que ce soit nous les médecins ou les infirmières, حنا comme يدي المرحوم سابك ربي, حنا on a mis la blouse blanche, on a mis هذه البدله ودخلنا في هذه. ما راش عندنا كي نقولوا حنا خبايا ماديه ولا 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 طموح ولا هذيك. حنا الطموح تاعنا الشفاء تاع المريض, حنا ابتسامه تاع المريض ويشفى سا كوت بوكو بوكو بوكو. حنا العائله تاعنا بور لو مومون هي لا غيا ميديكال باسكو رانا في برسك 10 جور, كاين اللي راهم 20 جور ما شافوش الاهل تاعهم, والحمد لله نشكر كاع الناس اللي راهم واقفين معانا. امام هذا الموقف يصبح التصدي لهذه الجائحة صراعا مقدسا يخوضه هذا الجيش الطبي للقضاء على وباء هز أركان العالم وحصد أرواح ملايين من البشر, لكن الأمل يعيش ويعيش رغم كل شيء.